أظن أحد أفضل مباريات المنتخب على نعم الصعيد الإفريقي في النهائيات، وأظن اليوم المنتخب قدم مباراة كبيرة على كل المستويات. دفاعيا كان جيد، كان قوي على كل الخطوط، كذلك بدنيا كان أفضل بكثير من المنتخب الإيفواري. من ناحيه الاستحواذ كان افضل، اكثر فريق استحوذ اكثر على الكره من خلال خلق المحاولات، خلق العديد من المحاولات. ممكن اليوم كانت المجهود تكون اقل من هذا، اكثر من هدفين، فرص كثيره، لكن الشيء الايجابي كثيره يعني استخدمنا هذه المباراه. اولا كما قلنا الفوز 3 نقاط، تصدر المجموعه، التدرج في المستوى. الان يدخل المباراه ويتدرج في المستوى بعد مستوى متوسط المباراة الأولى، الآن يظهر على أن المستوى المغربي يتحسن من المباراة إلى آخر، وهذا شيء مهم جدا، ويعطي كذلك إشارات لكل الفرق أو المنتخبات أن المغرب قادم للمنافسة بشكل قوي. الشيء آخر كذلك تألق اللاعبين، خصوصا نتكلم على ثلاثية الأمام، في عملية تسجيل أهداف، في عملية خلق المحاولات، تفاهم كبير بين ثلاثية رابط. اليوم اختيار أفضل لاعب يستحق الجائزة مصيري، اليوم كان ممكن يسجل 3 أهداف هاتريك من خلال المحاولات اللي ضاعت في الشوط الأول ولا حتى في الشوط الثاني. تغييرات كذلك كانت ممتازة جدا من المدرب، دخول بوفال كذلك في الجهة اليسرى، أعطى مسح آخر من الجهة اليسرى، دخول كذلك المزراوي اللي شاهدناه بعد الإصابة وبعد يعني كان غائب العديد من مباريات المنتخب، أدى بشكل جيد في مركز آخر غير مركز وسط الملعب، كان قريب كذلك من تسجيل هدف ثاني في آخر الدقائق. وقل هذه كلها مكتسبات مهمة بالنسبة للفريق الوطني، تعطيه ثقة أكثر، تصدر المجموعة، وبالتالي كما قلت يجب أن لا نفكر الآن في البطولة أو الفوز بالبطولة، خلينا نفكر أول شيء في مباراة بمباراة. نعم. نفكر في المباراة المقبلة، نتصدى المجموعة، ومن ثم نفكر في الدور ثمن النهائي. أولا مبروك على التأهل، وشكل التأهل شكل حلو، شكل يعني في أداء وفي نتيجة وفي شخصية. المباراة الودية حاجة والبطولة الرسمية حاجة تانية خالص. في فرق تكسب المباريات الودية والآن تعاني. النهارده المنتخب المغربي خسر مباراته الوديه، انما في البطوله الرسميه في اول مباراتين عنده 6 نقاط، عنده قمه المجموعه، سلام عليكم. مش عايز اكتر من كده حاجه، ده لاعب كوت ديفوار والفرص اللي اتيحت ليه 6 7 فرص. لا ده شغل لاعبين عندهم امكانيات كبيره وشغل مدرب. في بعض المدربين يحط تكتيك واستراتيجيه يخفي نقاط سلبيته او نقاط عيوبه او نقاط ضعفه. النهارده الرينار عمل كده. واظهر مش بس اخفى عيوبه، ده واظهر نقاط قوته. نقاط قوته ايه؟ اللي هو الشكل الهجومي المميز. كل الهجمات لمنتخب المغرب هجمات جمل، شغل جماعي وليس فرديات. يعني معظم الفرق اللي كسبت في البطوله دافع كويس واعتمد على هجمات فرديه او هجمات مرتده او مهارات لاعب واحد النهارده لا، شفنا جمل تكتيكيه، جمل تكتيكيه وشغل جماعي. الملخص بتاع الفرص بتاع منتخب المغرب ممتع، يبين ازاي السهوله لمنتخب المغرب ازاي يوصل لمرمى الخصم، وصعوبه للمنافس ازاي يوصل لمرماه. فده ملخص 6 7 فرص حقيقيه للتهديف، شغل جماعي وشغل جماعي. اولا عندك خط وسط ممتع، ازاي ممتع؟ تحت الضغط ما عندوش مشكله، يستلم براحته، مساحات ضيقه، مساحات واسعه، رؤيه ممتازه، يمرر عادي، مفيش مشكله عنده، مفيش مشاكل. عندك خط دفاع مميز، اشتغل النهارده كان هجومه كويسه، يعني ربما في بعض المباريات كان بيبقى فيه مساحات، لا هنا هو سهل جدا. المدرب قاعد على خط الهجوم، كانت زي لا بيحلل ويشوف نقاط ازاي النقاط بتاعته الموجوده عند الخصم. النهارده سجل ايه خالص؟ احنا نازل دفاع عشان نشتغل الناحيه دي. النهارده كوستا نزل عشان هيتلعب مهاجم، 3 4 مهاجمين هيلعب كرات عاليه. النهارده مجهوده قال احطه مفاوض. النهارده مزرعه ناحيه اليمين، مرابط اشتكى، لازم مزرعه بيلعب ناحيه اشتغل كثيرا واشتغل كويس. فالحاجات دي حاجات مبنيه صح، محضر صح. زياش، عاوز اقول حاجه لزياش، هو لعيب عنده امكانيات كبيره جدا، هو زعلان من نفسه لانه عنده الافضل. نعم، لانه لعيب مميز. كان واضح اثناء التغيير لم يكن غاضبا من التغيير، ولكن زعلان ما كان يعاتب نفسه داخليا، عنده الافضل. ربما لم يكن في يومه مباراه اس ادي مباراه كبيره، انما هذا المدرب لا، مدرب كبير طبعا. ودايما يا خالد في مدربين في البطولات المجمعه بيبقى لهم اسلوب مميز. المدرب ده رينار عنده الاسلوب ده، عنده الوصفه السحريه. نعم، ازاي في البطولات المجمعه يكسب مع كوت ديفوار ويكسب مع زامبيا. طبعا خالد، يعني المدرب تحت الضغط وتحت المسؤوليه،
المدرب يعرف او اللاعبين او الجماهير تعرف يعني في اكثر من مره اكثر من تجربه، لانه هدف وحيد لا يكفي. نعتبر انه الخصم فهو خصم له قوي، فهو صاحب العاج كوت ديفوار يمتلك مجموعه من المهاجمين اللي في اي فرصه في اقل من فرصه ممكن يسجلوا. صحيح انه المنتخب المغربي قدم مستوى جيني، هنيئا لنا جميعا بهذا الفوز المميز، وتوقيت الفوز مهم جدا يعني للدخول يعني في الجديه الان، يعني الجديه تحضير المقابله الثالثه ثم تحضير يعني الدور المقبول. لكن ثقه المدرب فهي تاتي بالارقام، يعني تسجيل الهدف الثاني هو اللي غيخلي المدرب والطاقم وحتى اللاعبين، حنا تكلمنا عليها ما بين الشوطين على انه احسن سيناريو ممكن يعني يضمن به هو انه تسجيل الهدف بسرعه، على اساس لانه صراحه فرص كثيره للتسجيل. صحيح انه انسيري اضاع لكن كان حاضرا يعني جدا. انا طلبت يعني هذه اللقطه هذه والتالي لانه امام غامبيا يعني عانينا من يعني الهدف من هذا النادي، وهذه يعني غياب صراحه يعني نبيل ديرار يعني على التغطيه على بن عطيه، يعني في مثل هذه الكرات يجب ان ننتبه يعني في المرات يعني المقبله على الاطراف يجب تكون هناك التغطيه يعني بسرعه.